مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه بتداري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه متداري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه متداري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه متداري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟
منها لله. انا من الصبح مقفول، انا هتجنن، اكيد حصل لها حاجه. ولما تليفونها مقفول من الصبح حضرتك جاي تدور عليها دلوقتي؟ وانا ايش عرفني يا فريده البنات بتعمل ايه في يوم زي ده؟ انا قلت انها يعني مش عايزه ترد على التليفون عشان ما تبوظش الميك اب ولا تكون بتعمل شعرها ولا حاجه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هروح اشوفها في البيت. تروح فين والناس اللي عازمينهم جوه دول؟ اقول لهم ايه؟ ناس مين يلعن ابو الناس يا جماعه. اسر استنى بس، انا لازم اروح معاه، مش هينفع اسيبه لوحده. عجزت ولا ايه؟ منا في ايه؟ انت ليه معادك بتيجي ترقصي؟ انا ارقص؟ لا 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 ما اقدرش، انا بتكسف قوي. كسفي ايه يا منا؟ امال هتعملي يوم فرحك؟ لا يوم فرحي ده لسه بدري عليه قوي. بدري عليه يا بنتي؟ وانت مش فاخدتني، انت اول ما هتخلصي هتلاقي العرسان عليك قد كده. بس انا ما بفكرش في موضوع الجواز دلوقتي، يعني لسه هتخرج واشتغل وانا مش عارفه الاقي شغل ولا لا. ربنا يسهل يعني. يا بختك يا ستي، انا بقى عارف كل حاجه في حياتي بطريقه ممله. العياده اشتريناها وهنجهزها، واول ما اتخرج افضل فاتح بقى العيانين وعايش جواها. ربنا يكرمك. انت سايبنا وبتعمل ايه هنا؟ في بريح رجلي، تعبت. منا شوف لنا حاجه نشربها. افندم في ايه؟ ريقي ناشف ومش لاقي حد من الويترات، اعمل ايه يعني؟ يلا. حاضر. دعاء انا قلت لك ما ينفعش تكلمي الناس كده، في انا مش فاهمه عملت لك ايه. لو سمحتم يا جماعه من فضلكم بليز، تحية كبيرة للدكتور عزم أبو النور، أهم وأكبر دكتور تجميل في مصر والشرق الأوسط. وتحية كبيرة لعروستنا الجميلة القمر، الإعلامية الكبيرة رغم سنها الصغير ملك عاصم. مين البنت دي؟ تلاقيها واحدة من صحاب ملك. أنا أول مرة أشوفها. ربنا يسعدها وتملى الفيلا للدكتور بالولاد والبنات الحلوين، وبدعي لها يا رب جوزها الأستاذ طارق يطلع زي باباها اللي معروف عنه إن العالم كله في كفة وحبه لأولاده ومراته في كفة. دلوقتي بقى اسمحوا لي أقدم لكم مفاجأة الفرح، هديتي للعروسة، يا رب بس ذوقي يعجبها. هزتين زي البنات دول، مش يمكن يجيلك عريس هاي لايف من رجاله الفرح؟ انا ماليش انا في الرقص والمرقعه دي، سيبنا لي اختي الملك واصحابها. طب يا اختي خليكي قاعده جنبي بشوف اخرتها معاكي ايه.
واضح ان مفيش حد جوه يا ياسر. يا ابني انت كده هتكسر الباب. واكسره يا علي، خايف يكون حصل لها حاجه. ايه ده؟ ايه الخبط ده؟ انتوا عايزين مين؟ مفيش حد جوه. احنا بنسال على نسا عشق اللي ساكنه هنا. عشق سابت الشقه ومشي. سابتها امتى وازاي؟ هي عقدها خلص، جت امبارح خدت حاجتها وسلمت عليا انا والولاد ومشي. طب حضرتك ما تعرفيش هي راحت فين؟ لا ما قالتليش. هو انتوا قريبها؟ وايه اللي جبتيه ده؟ اتجننتي؟ طبعا اتجننت، بس مش النهارده. اتجننت ما صدقتك. ضايقك قوي اللي انا عملته؟ طب واللي انت عملته فيا؟ مش مضايقك؟ ابوس ايدك، خلي ليلة تتعدي على خير، وانا جاي لك بكره الصبح. بكره الصبح؟ عشان خاطري. ماشي يا عاصم، بس خليك فاكر ان المفاجأة المرة دي كانت غنوة. يا عالم المفاجأة المرة الجاية هتبقى ايه؟ سلام مؤقت. عاصم انت فين؟ مين البنت دي؟ دي دكتوره جات اتمرنت عندي لمده اسبوعين كده، لقيتها مهمله فبشتها. الظاهر عرفت ان النهارده فرح ملك، فجت عملت الشو اللي عملته ده، متصوره ان انا هرجعها. دي دكتوره دي؟ ربنا يطمنكم عليها. انت ليه؟ ما تزعليش نفسك. الحمد لله على كل شيء. انا متشكره قوي قوي يا دكتوره. متشكره يا حبيبتي. مش قادره تمسكي نفسك لحد ما نخرج، شكلها خدت بالها ان انت بتضحكي. هي ازاي مش فاهمه ان العروسه لبشت منهم اصلا؟ بس بقى وطي صوتك. مامي مامي، هو خلاص مفيش فرح؟ لوجي انا مش ناقصاكي. هو انت بتعمل ايه؟ هو انت لسه بتفكر تكلمها؟ قلقان عليها يا فريده، خايف يكون حصل لها حاجه. هو انت مش دريان بالفضيحه اللي احنا فيها؟ مش سامع الناس بتقول علينا ايه؟ وانا مش فارق معايا حد يقولوا اللي يقولوا. يا جماعه ما يصحش كده، الناس بتتفرج علينا. هي الناس لسه هتتفرج. ما اتفرجوا وشبعوا تريقه وضحكه كمان. انا غلطانه ان انا سمعت كلامك بلا حب بلا هبل. هو ده اللي فارق معاكي، كلام الناس والفضايح، انما انا وعشق اللي مش عارفين هي راحت فين مش فارقين معاكي. طب لو قلقان عليها قوي كده ما تكلم حد من اهلها عشان تطمن. صحيح، ما انا نسيت انك ما تعرفلهاش اهل. فريده يا جماعه ما يصحش تتكلموا مع بعض وانتم متعصبين بالشكل ده. مستني ايه من واحده ما تعرفلهاش لا اصل ولا فصل؟ كل اللي حصل ده بسبب تصرفاتك. في حد عاقل يجيب شبكه بالمبلغ ده لواحده من الشارع؟ اعتريتك وهربت. ده بدل ما تساعديني وتقفي جنبي ونشوف هي راحت فين. تاني هتقول لي راحت فين؟ ما تروح في 60 داهيه. خد تليفونك اقعد كلمها طول الليل، يمكن ترد عليك. وانا بقى مروحه بيتي قدرها من الفضيحه. دكتوره فريده، دكتوره فريده، يلا يا لوجي. اسر روح مع اختك وحاولوا تتكلموا مع بعض بهدوء. لو سمحت علي سيبني لوحدي، مش عايز اروح.
الجو ده خطة صغيرة كده، عايز اتأكد اني عايش احلى لحظة في حياتي. ياه، وانا بقى مطلوب مني دلوقتي ادار واخويا يغمى عليا من الكلام ده؟ والله انت لو دروختي هتسهلي عليا حاجات كتير قوي. طارق بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام ده. الله، في ايه؟ انت اتعصبتي كده ليه؟ انا ما اتعصبتش، انا بس ما بحبش طريقة دي في الكلام. انت مكسوفة مني ولا ايه يا ملك؟ طب ده انا جوزك وحبيبك. حبيبي يا سلام، فاكر لما اتخانقت معايا اول ما تعرفنا على بعض عشان توزيع البرامج؟ اولا بقى انا فاكر كويس قوي ان انت اللي اتخانقتي. ثانيا يا ستي، كنت بتلكك بنكشك عشان نخرج ونحب بعض ونوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. طارق بقول لك ايه، ما تخش اتغير لغايه ما انا كمان اغير هدومي. احنا كده ابتدينا نتكلم صح. ثانية هغير وارجع. لا ما تخرجش غير لما اقول لك. يعني ايه؟ هتحبس في الحمام؟ ماشي. موكا، موكا ملك. طارق في النور ده ليه بس يا حبيبتي؟ مش مستحمله، راسي هتنفجر من الصداع. طب اجيب لك مسكن؟ لا مش عايزه حاجه، اطفي النور بس، انا عايزه ايه.
لازم وقبل الصحيح مدهور. الحمد لله والشكر لله. ألف حمد وألف شكر لك. افتح باب المخروبه ده، افتح يا ابن الكلب بدل ما كسر الباب ده على دماغك. في ايه يا ستي؟ ستي ده ايه؟ ده انا ارجل منك ومن اللي خلفوك. فين الفرخه يا حرامي؟ يا ستي فرخه ايه؟ مفيش حاجه دخلت هنا. يبقى انا بقى هكسر باب الاوضه دي على دماغك النهارده لحد ما الاقي الفرخه. اهي الاوضه قدامك، دوري زي ما انت عايز. تبقى طفحتها بالسم الهالي. طب ورحمه الغالي، ما انا سايباك لما تدفع حقها. يا ستي خدي بالك، انت كده بتتبلي عليا. انا اتبلي عليك؟ اتبلي عليك انت يا صدمان يا عدمان يا اللي العشره منك بيرش. اعوذ بالله. طب اتفضلي بره. اتفضلي بره. ده انا مش هسيبك الا في الاسم. اسم اسم يا ست انت. شوف ادي انت خفت والخوف نط من ودانك قدامي على الاسم. اوعي. يا علي، ها ايه الاخبار؟ طب الحمد لله ان مفيش اخبار في المستشفيات والاقسام، ده خبر كويس. ماشي اقابلك هناك. سلام. خلاص ادي بطلي طريقه التهديد بتاعتك دي. خلاص يا ست، استنيني كمان نص ساعه. سلام. كويس يا منى انك هنا. يلا خلاص اللي في ايدك ده عشان تيجي معايا. ايه ده كله؟ دفتر الست مالك. ايه رايك بقى؟ دفتر ده ولا عزومه؟ فطر عرايس، خليهم ياكلوا ويتهنوا. يلا يا راضي طلع صينيه الرقاق من الفرن، زمان وشها احمر. بالراحه يا نجاة، ما تتسربعيش، انا لسه بصص عليه. وكمان رقاق. هو عيد يوم جواز الست ملك؟ احلى عيد. دول اتنين لوحدهم، هياكلوا الاكل ده كله امتى؟ خليهم ياكلوا ويتهنوا. بصي اهو الحمام ده بقى، انا حشيه وسلقاه بايديا، اول ما اوصل عندها اطلع لها جوزين ثلاثه احمرهم لها، يبقى يتحط في الثلاجه وتطلع منه وتحمر. لا 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 لا، الجو ده بلدي قوي، انا مش هاخد ولا حاجه من ده كله. ليه بس؟ ده حضرتك مش هتتعبي في حاجه، انا هاخد الاكل احطه في العربيه واطلعه لغايه شقتها كمان. انت لوحدك مش هتقدري تشيلي الاكل ده كله. لا ما انا جايه معاكم طبعا، ازغرط لها وافرحها في شقتها. دي ست ملك، دي غلاوتها من غلاوه منا، دي تربية ايدي. خسارة الاكل ده كله بعد ما اتعمل. طب خلاص، بس خلصوا بسرعة بقى. الهي ربنا يتمم لها بخير ويفرحك بيها وبعيالها وعيالها عيالها. يلا يا راضي طلع صينية الرقاق من الفرن لا تنشف. يا دي الرقاق، ما تسيبك بقى من الرقاق وتزغرط لنا زغروطة حلوة بالصلاة على النبي. بس كده. انت اللي تستني يا استاذ اسر، ده انا اللي كنت هتصل بيك النهارده عشان اسالك هي فين يا متر. دي فجاه خدت بعضها ومشيت من غير ما تعتذر او تستاذن او اي حاجه. دي لولا ما جاياني من طرف صديق عزيز زيك انا كان زماني خدت اجراءات ضدها. تاخد اجراء ضدها ليه؟ هي عملت ايه؟ عيش هي اللي كانت مسؤوله عن المكتب، يعني كل اسرار المكتب معاها. لما فجاه تاخد كل اوراقها وكل اللي ربطها بالمكتب وتمشي، تفسر ده بايه؟ انا شخصيا ما عنديش تفسير. طيب يا باشمهندس، متشكرين جدا. شكرا. شرفت ونورت. الله يخليك. مع السلامه. يلا يا اسر. وبعدين يا علي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ شكلك فاهم ومش عايز تتكلم. فاهم يا علي؟ انت اتنصب عليك يا متر. ايه ده؟
انت صحيت ولبست؟ ايوه وخارج كمان. خارج فين؟ انت نسيت مشوار ملك ولا ايه؟ نسيته ازاي؟ فاكره طبعا، بس هعدي على عياده الاول علشان في مريض كان عمل عمليه وحصلت له مضاعفات. هطمن عليه وهصلكه عند ملك، واللي يوصل الاول يستنى التاني عشان نطلع كلنا سوا. طب حاول ما تتاخرش. حاول انتوا ما تتاخروش عشان انا اعرفكم كويس، على بال ما تلبسي وتصحي البي مازن يكون المغرب جه. يلا سلام، صحي دلوقتي عشان نكسب وقت. مازن ده عاوز موظف ياخد مرتب يصحيه كل يوم، وبرضه مش هيقدر يصحيه وهيترفض. يا مازن يا مازن يا مازن، حرام عليك، صوت اتنبح بقى. ايوه ماما انا صاحي اهو. صح، دي تالت مرة اقول لك اصحى وتقول لي صحيت، قوم بقى. عايزة مني يا حبيبي؟ خير؟ مش هتيجي تبص على اختك وتسلم عليها في شقتها؟ بص على مين؟ ما اجيب لهم جوزين حمام وكوارع احسن يا ماما، والنبي الله يرضى عليك سيبينا نام. والنبي حد يسيب اخته في يوم زي ده عشان نايم؟ هو انا كنت نايم مع واحدة؟ ده قليل الادب. طب خلاص حقك عليا، روحي وانا هغير واجي وراكي. يلا على طول يا مازن. مستحيل اللي انت بتقوله ده يا علي، وهي هتنصب عليا في ايه بس؟ نصبت عليك في الشبكه اللي بنص مليون جنيه يا ياسر، هو ده هدفها؟ نص مليون جنيه انت كمان؟ ده انا كنت كل حاجه بمتلكها في الدنيا دي تحت امرها، وانا كمان فوق. النصابين ما بيفكروش كده، هي فكرت ازاي تضرب ضربتها وتاخد اللي تقدر عليه وتخلع. لو زي ما انت بتقول كده يبقى انا اتنصب عليا في احلى سنه في عمري، اتنصب عليا في الاحلام اللي حلمناها سوا لبكره، تفصيل لشقتنا رسمناها سوا، نصب عليا في مكالمات التليفون اللي بالساعات، في الخروجات الحلوة، في الضحك اللي عمري ما ضحكته مع حد غيرها. أنا اتنصب عليا في حب عمري يا علي. يعني هتغمى عينيك عشان بتحبها؟ شغل عقلك شوية يا ياسر. طب ليه سابت الشقة وسابت الشغل قبل الفرح بيوم؟ مش عارف، مش عارف ومش فاهم ومش مصدق. كل دي طرق كانت بتوقعك بيها. أنا معاك إن سنة كتير كتير قوي، بس الله أعلم هي كانت بتعمل كده مع كام واحد في نفس الوقت. علي عيشة مش ممكن تكون كده. أنت أقوى من كده يا ياسر، مش ضربة زي دي اللي هتوقعك. أنت عندك شغل كتير ومصاير ناس كتير مرتبطة بيك، فوق، انسى وكمل حياتك. أنا حياتي ليها معنى من غيرها علي. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. لا 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 لا، اللي عامل فيك كده الصبر. اتفضل يا حاج. ايه ده؟ ده مفتاح الاوضه بتاعتك. معصلك ولا ايه؟ لا يا حاج مش مساله معصله، بس انا مش هعرف اقعد في الاوضه دي تاني. في واحده ست على السطوح يا حاج مرمطتني واتهمتني في سرقه فرخ ومسحت بيا بلاط السطوح. انت بتضحك يا حاج؟ بقول لك مرمطتني ومسحت بيا بلاط السطوح. يا راجل عيب عليك، بلاش خيابه، خد المفتاح. بقول ايه يا خرفانه زي دي تعمل فيك كده عشان قرشه ملحقتي انا والواد ابني؟ يا راجل ده انت في السجن اتعملت مع اللبش كله، تيجي تقول لي تايه منها زي دي تضايقك عشان تطفشك؟ عيب عيب، خد المفتاح لحسن وعزة جلال الله ازعل منك اليوم. شيل المفتاح، عيب ما يصحش. انشف انشف كده، صبر شوية. ماشي حاج. انت بتدخني؟ بتعلم. طب عايز ايه عشان مش فاضي؟ طب قوم نتكلم في السكة، الطريق من هنا لحد ملك في التجمع الخامس هياخد وقت. ملك؟ انت مالك دلوقتي ومال ملك؟ وتعرف منين انها ساكنه في التجمع الخامس؟ التجمع الخامس الحي الثاني عماره 46 الدور الثالث الشقه اللي على اليمين. انت عايزه ايه يا ستي؟ انا مش عايزه حاجه لنفسي، انا عايزه حق ابني، من حقه يلاقي ابوه جنبه يربيه زي ما ملك لقيت ابوه. انت هتمثلي عليا فيلم عندي؟ انت عارفه كويس قوي ان انا جواز مش هتجوز. هرفع عليك قضيه نسب وهجرسك في الجرايد. سكه طويله ومش مضمونه، ويا عالم اخرتها هتبقى سمعتك زي السفت. انت عارفه الناس ما بتبصش للراجل، بتبص للست اللي بتغلط. خلاص يبقى اروح لملك واشوف لو يرضيها ان اخوها يتربى في الشارع. ساندي
او اروح لليلى شركه التامين اللي بتشتغل فيها في شارع مصدق في الدقي واقول لها قدام الشركه كلها انا حامل من جوزك وابقى فشيت غلي منك. انت عايزه كام وتنزل اللي في بطنك؟ وبرضو الفلوس هتفش غلك. فلوس ولا كنوز الدنيا تخليني اقتل ابني يا عاصم؟ 100,000 جنيه كويس. انت بتحلم ولا فاكرني عبيطه؟ انا ليا حق زي ما ليلى ليها حق بالظبط. كام يعني؟ 2,000,000 جنيه وده اقل كتير من حقي. انت اتجننتي؟ 2,000,000 جنيه ليه؟ احسبها، هو لو اللي في بطني ده طلع ولد مش هيبقى لي قد ملك مرتين؟ ده بعد عمر طويل طبعا يا روحي. اظن كل حاجه حصلت بينا كانت برضاكي وانت اللي كنت بتجري ورايا، ولا نسيتي؟ 48 ساعة لو الفلوس ما كانتش عندي هتصل بيك عشان اشوف تحب نبدأ منين، تجمع الخامس ولا الدقي ولا الفيلا ولا عندك في العيادة ده. باي باي يا روحي. انا قلت له 100 مرة يا علي انا مش مرتاحة للبنت دي، لا لطريقتها ولا لغموضها ولا لحكاية انها ملهاش اهل. ساب نفسه لغاية ما غرق. انا اقنعته ان البنت دي نصاب، بس انت عارفة الجرح جامد شوية على ياسر. انا شخصيا لو مكانه اكيد كنت هكون زيه. ياسر بيحب فريده، ولا انت ما تعرفيش الحب؟ ما تقلقش انت عمرك ما هتكون زيه. الطريقه اللي بيحب بيها ياسر دي خلصت من زمان، ما بتشوفهاش غير في الافلام. هو فين دلوقتي؟ في المكتب، بقيت هناك من امبارح. اكيد مش عايز يروح الشقه عشان كل حاجه هتفكره هناك بعشق. خلاص قوله يرجع يقعد عندي في البيت، نومته في المكتب دي مش لطيفه. حاضر، بس بشرط. شرط ايه بقى ان شاء الله؟ شرط بسيط خالص، يا ريت ما تكلمهوش في الموضوع ده دلوقتي، اعتبريه تعبان ومحتاج وقت يتعالج. هو حر، انا غلطانه ان انا خايفه عليه. ما تخافيش يا فريده، عموما انا كنت جاي حابب اني اطمنك عليه وعلشان كمان اقدم لك دي. ايه دي؟ شفتها عجبتني قلت اجيبها لك. علي، لا الظرف ولا المكان مناسب للهدايا. الهدايا ملهاش وقت يا فريدة، وبعدين أنا كنت ناوي أقدمها لك بعد الفرح، بس للأسف حصل اللي حصل. محدش بيروح الصباحية غير أبو العروسة وأمها بس. ليه إن شاء الله؟ ده أنا في صباحيتي جالي أكتر من 50 نفر، كان أي حد يعدي قدام البيت يطلع يصبح ويمشي. يا ماما كنت هزانة نروح نعمل إيه يعني؟ هو أنا ناقصة أهرة أروح أتفرج على ملك يوم صباحيتها وهي عاملة نفسها مكسوفة؟ بركة إنها جت منهم. خلاص يا حبيبتي ما بقاش فيه الكلام ده، الكلام ده كان زمان الزيطة دي، الأهل وأهل الأهل يروحوا يزوروا. الناس الهاي كلاس ما بقوش كده. الناس الهاي كلاس؟ اقعد انت يا اختي تمحلسي لهم كده. ايوه يا اختي بتمحلس لهم، مش احسن ما ابقى ناطحه بقروني؟ انا كلها كام شهر وهخلص جامعتي، وهحتاج ملك علشان تشغلني معاها في المحطه اللي هي بتشتغل فيها، وبعدها بكام شهر هتجوز ميزي مش نخلص بقى من عيشه المقرفه بتاعت جودي. ده الصح يا بنت، وتعليم من اختك الصغيره. ما تعرفيش تعملي في الوش مرايه وفي القفص اللايه. اهي لسه ما خلصتش جامعه وظبطت شغلانه سوق وجوازه تقيله. بس اقول ايه؟ ما انت طالعه خايبه لاخوكي عمر، بدل ما يبعت لنا وينغنغنا منفضنا ومخلينا على الحديد قبل ما يسافر. لو حياتك انا مش طالعه لاخويا عمر. اخويا عمر سافر وظبط نفسه. شوف انت نفسك عايشه ازاي وساكنه فين، وشوفي اختك ليلى عايشه ازاي وساكنه فين. انا لو طالعه فقريه يبقى طالعه فقريه ليك انت. انا فقريه يا بنت الفقريه؟ معلش يا ماما. ها معلش، لسانك ده اللي هيجيب اجلك ان شاء الله يا حبيبتي. هدي. وانا هو انت اهو. هدي نفسك يا لهوي. هدي نفسك، هدي نفسك يا حبيبتي، ضغطك يعلى. الله، موكا مالك؟ مالك؟ موكا
ملك يا ملك. يمكن نايمين ولا حاجه. معقوله لحد دلوقتي مش عرسان يا عصام؟ عرسان يعني ما يفتحوش. صباح الفل يا عريس. مبروك. ايه ده كل ده نوم؟ شكله خسرته جامد ولا حبيبي يا طارق. صباحيه مباركه. الله يبارك فيك. يلا نجاة تحطي الحاجات في المطبخ على ما اطمن على ملك. موكا موكا ملك موكا موكا فين ملك يا طارق؟